خبرت مرتك عن علاقتك أنت وكهاني؟ هلا بدك تحكي لي شو صار بينك وبين مرتك؟ حسيت حالك إنك بتحبني إلي؟ لا، أنا من شو خايف؟ لازم خبره كل شي وأخلص من هالقصة. بدك تعرف شو صار؟ تكرم عينك. يوغ، يوغ، اللي حبيبي فهمني شو يلي عم بيصير. أنا كتير اتضايقت عالشي اللي صار مع أختي، ولهلأ ما عم افهم ليش هيك صار معه. ما كان مبين إنه في بينكن مشكلة. أنت وروبا كتير قراب من بعض، يعني هي أكيد بتكون حكت لك شي. آه، روبا كانت أكتر حدا فرحان لزواجنا أنا وإنت يوغ، بس ما كنت متوقعة هيك يصير فيها قبل زواجنا. بترجاك فهمني ليش. آه خلص ما تخافي، أنا ما رح خلي شي يصير. مثل ما هي أختك، هي بتكون كمان مرت أخي. بوعدك ما حدا رح يقدر يأذيها طول ما أنا عايش وفيني نفس. اعتبري يلي صار ماله وجود. رح دور على السبب. بمجرد ما أعرف مين هو السبب، أنا رح أنهي من هي الدنيا كلياتها. انت شو يلي جابك لهون؟ اكيد ما رح يصدقني ابدا اذا قلت له اني جاي كرمال الست روبا. لازم شوف روناك اذا ممكن. شبك ما في داعي للقلق، بعتقد شوي تانية بتصير منيحة. شكرا لك دكتور. ما تنجي، وصل الدكتور على الباب. ما تخافي روناك، انت يلي كنت عم تحكي مع روبا. احكي لنا شو يلي صار بيناتكم، شو قلت لها حتى مرضيت؟ انا صح شخص سيء، بس مو لدرجه انه خليك تنتحري بهالطريقه البشعه هاي. ها كيف بدي اشرح لحماتي الوضع؟ شو بدي قلها؟ اذا فاقت رح تحكي كل شيء. أنا عم بحكي معك، شو ما عم تسمعني؟ بلا أمي، هلأ هي بتفيق وبتحكي لكم. حكي لي أحسن لك، وإلا رح جنها. سبق ونزلتي من عيني، احكي احسن ما زدتك من هون. بتعرفي شو بصير فيكي اذا زدتيتك؟ عظامك رح تتكسر، ممكن ما توصلي شقفه وحده. اذا عندك حظ بتموتي. هيك كانت رح تكون حاله مرت اخي لو اني ما وصلت بالوقت المناسب. الكل شافوا مرت أخي عم تحاول تنط من هون. كان في حدا عم يتفشها. أنت بتعرفي مين هذا الشخص؟ أنت، لأنك الوحيدة هون يلي في إلك مصلحة بموتها. بدك تزيحيها من طريقك لحتى تأسسي عيلة مع أخي روناك، ما هيك؟ جاوبيني. مستحيل أعمل هيك، أنا بضحي بحالي، بس ما بقبل مرت أخوك يسيبها أي شر. صدقني. ليش ساكتي؟ مرت أخي عرفت بعلاقتكم أنت وروناك، مو هيك؟ ما بتوقع في سبب تاني غير هيك. هذا الشيء اللي خلاكي تعملي هي العملة.
مستحيل يكون في سبب يوجع أكثر من يلي حكيته. عم توجعني. السر يلي كنتوا عم تحاولوا تخبوه عنا انكشف. خفتوا تنفضحوا؟ ردي علي. عم اسألك ردي علي. عم تتوجعي؟ لسه لهلا ما شفتي شي. رح سبب لك وجع يخليك تشتهي الموت وما تلاقيه. بس طولي بالك لأنه كل شي بوقته حلو. أنا وعدت اليوم إنه الشخص اللي أزاها رح أمحيه عن الدنيا كلها ياتها. ادعي ما تكوني أنت السبب باللي صار وما يكون إلك دخل، وإلا رح تندمي كتير. رح دفعك تمن وجعه وآخد حقه منك وردلك الصاع صاعين. تعال بسرعة سيد يوغ، الست روبا بلشت تصحى. انت منيحة؟ انت منيحة روبا؟ ايه صرت منيحة. انت بتوقع سبق وقلت لك اوعك تتجرأي وتجي على هذا البيت مرة تانية. شو يلي جابك هلأ وبكل وقاحة؟ يلا انقلعي من هون. كأنك ما عم تفهمي الكلام وبلشتي تعصبيني. عم قلك انقلعي من هون أحسن لك. روحي من وشي. أختي الكبيرة ارتاحي لا تقومي. أنا يلي ناديت لها. أنت بعدتي وراها؟ ليش بقى؟ ما بكفي إنه السيد يوب كان محتقرني؟ هلأ رح أنزل من عين الكل. البيت يلي قدم لي كل المحبة ما عاد شوف منه غير الإهانة.
تحكي روبا؟ ليش بعدتي وراها؟ أنا ليش خايف هيك؟ رح أقول قدام الكل وأخلص. أنا بحب كهاني. أنا طلبت إنه شوفها من قبل، بس وقتها ما كنت عرفانة إنه رح تصير هالحادثة معي. لهلأ ما حكيتي لنا شو يلي صار معك وكيف وقعتي يا بنتي. احكي مرت أخي، ليش زتيتي حالك هيك؟ شو؟ انتي زتيتي حالك من السطح؟ يعني معقول انتي كان بدك تنتحري؟ ليش لتعملي هيك روبا؟ كلنا ناطرين جوابك، يلا قولي السبب يلي خلاني اوعى. زعلي من حالي، شو قصدك؟ حماتي، بعد القصص اللي صارت كل يوم عم يطلع لنا مشكلة جديدة. ما صار شي مثل ما بدي بهالعرس، وأنا كنت متكفلة فيه. أنا كنت مفكرة أنه كل شي رح يمشي تمام التمام، وهالشي زعلني وضايقني كتير. لأنه ما في أقدس من رابط الزواج بين الاثنين، ولما تبدأ تبلش المشاكل بيناتهم القلب بينجرح. أنا ما كان بدي مشاكل، بعرس أختي الصغيرة ويوق بنوب طلعت على السطح لحتى شم هوا وشوف القمر، قامت فركشت ووقعت لتحت، والباقي بتعرفوه. متأكدة هذا يلي صار؟ أنت تفركشتي؟ طبعاً يوغ، ليش لحتى كذب؟ ليش ما عم تقول الحقيقة؟ معقول يكون روناك عم يهددها لحتى تسكت؟ روبا، من اليوم أنت ما إلك طلعة على السطح لحالك أبداً، عم تفهمي علي؟ هذا الشي ممنوع، وإذا بدك تشمي هوا وتشوفي القمر ساعتها روحي لعند أختي الكبيرة، هي أحلى منه. أنا بس عم بمزح، حبيت أني لطف الجو شوي. شمي هوا حبيبتي، بس انتبهي على حالك منيح روبا. حاضر، أنت بتأمري، رح انتبه المرة الجاية. لو التضحية بروحي تعطي سعادة ليوغو وأختي، ما كنت رح اتردد ولا حتى لحظة. انت ليش واقف عندك؟ المفروض تكون اكتر واحد خايف عليها بيناتنا هي مرتك. يلا شرف وتعاعد جنبها. روناك اسمعني شوي. روبا بعدي عني، اتركي ايدي هيك. اسمعني روناك، بعدي عني، لا تقربي. طمنيني، كيف صرتي؟ كنت على طول احلم بمرا حلوة كتير. شوفي شو طلالي. ها؟ مرا مشوهة ومحروقة. روبا، ما قلتي لنا ليش ناديتي لكهاني؟ روبا غلطت لما نادت له، وأنا اللي رح صلح هذا الغلط هلأ. تحملي حالك وبتطلعي من هذا البيت مثل ما فتيله، وإلا أنا بطالعك.
لو سمحتي بدي حاكيها بموضوع ضروري. الموضوع اللي بدك تحكي فيه مانو أهم من صحتك روبا، أجلي الحكي لبعدين. ليش لسه ما رحتي؟ الكل شاف ومرت أخي عم تحاول تنط من هون، كان في حدا عم يتفشها. أنت بتعرفي من هذا الشخص؟ أنت رح دفعك تمن وجعه وآخذ حقه منك. قبل هي اللحظة كنت مفكر حالي رجل أعمال ناجح، بس اليوم اكتشفت أني مو شاطر بالصفقات أبداً. بهالصفقة سببت لك ألم وجرحتك كتير كمان وتوجعت معك. ما كان قصدي أذيكي أبداً يا كهاني، بس صدقيني أنت ما تركتي لي خيار تاني بنوب. أنا وعدت اليوم أنه الشخص اللي أزاها رح امحي عن الدنيا كلها يا تا. وشوف القمر قامت فركشت ووقعت لتحت، والباقي بتعرفوا. ما كنتي انتي السبب بالمرة، انا ظلمتك كتير وعاقبتك على الفاضي ووجعتك وجرحتك كمان بنفس الوقت. وجعت حالي صح، بعرف حقيقتك، بس قلبي حاسسني إنه يلي عم تعمليه مانو حقيقتك. الحياة رح تكون أسهل لو أنتي ما طلعتي بطريق عيلتي وما طلعت بطريقك. كهاني، شو يلي صار لك أختي؟ تعبانة شوي، رح تصير منيحة شوي تانية وبتصحى.
على فكرة بس مشان هيك ما خبرك يوجع عن القصة. هو بيعرف إنك لما تدري رح تنتحري فوراً. تأنيب الضمير قتلني. توقعت تحكي اللي صار وتفضحيني، ليش ضليتي ساكتة؟ أنا عم أحكي معك شبك. شو لساتك مصدومة؟ اسمعيني روبا، أنا بترجاكي. بدك يعني بوس إيدك لحتى تحكي؟ أعطيني إيدك لبوسة. ماما. حبيبي. أمي أنت منيحة؟ هنن قالوا لي أنه كنت تعبانة وزعلت مشانك. صح، هلأ صرت منيحة. شوف هي أنا قدامك. عندي فكرة، شو رأيك تنام جنبي؟ تع. الناس بتموت بالمعارك وأنا رح موت من الانتظار. شو هالحظ السيئ؟